حضرتك وانت ضيف مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه السلاسين، من خلال الجوله السياحيه التي قمتم بها الان في مجمع الاديان، ثانيا القلعه ومسجد محمد علي، كيف رايتم مصر وكيف يتم نقل هذه الصوره الى الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. بدايه نشكر لمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة وللمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وللدولة المصرية وللشعب المصري هذه الضيافة الكريمة وهذه الحفاوة بالاستقبال. ما رأيناه يدل دلالة واضحة على أن مصر الإسلام، مصر العروبة، مصر التاريخ، هذه الأماكن الأثرية المهمة جدا فعلا جعلت الجميع يشعر بشعور يعجز اللسان أن يعبر عنه وتعجز الأيدي أن تخط وتسطر عن هذه المعالم وهذه القلاع وهذه المساجد وتلك الكنائس والأماكن التي دخلناها للأديان الأخرى اليهودية والمسيحية. فهذه فعلا تدل دلالة واضحة على عمق التاريخ الذي هو يعني متجذر في هذه البلاد الطيبة المباركة. نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وأن يديم عليها أمنها واستقرارها، ونحن نجدد الشكر للجميع وللإخوة المنظمين على ما رأيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.